بالراحة كده. الأكتف بالباسيف، الأكتف هنعمله في الصفحة دي يعني معلوم، يعني أنا عارفة، أنا عارفة وبالنسبة لي مهم السبجكت بتاعي اللي هو الفاعل بتاعي. طيب الناحية دي هنقول عليه باسيف، يعني المبني للمجهول، يعني أنا بالنسبة لي السبجكت مش عايزاه، مش عايزة يعني مش عايزة أقول مين اللي عمل، مين اللي غسل العربية، مين اللي نظف المطبخ، مين اللي عمل الكيكة، بالنسبة لي مش بس مهم. تجيب الكاميرا يمين شوية. ما أنا هجيب الكاميرا هنا شوية بس عشان الحامل بتاعي اتكسر. طيب عشان أعرف إيه الطريقة اللي أنا أحول بيها من أكتف لباسيف، لازم أعرف الجملة بتاعتي اللي أنا بتكلم عنها أنهي تنس من التنسز اللي أخدناها. فأول تنس هنتعلم فيه الأكتف والباسيف هو البريزنت سيمبل. هو مين؟ البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط بتاعنا. طيب لو أنا في البريزنت سيمبل عندي أكتف صيغة مبني المعلومة عادي، هقول إيه؟ هقول my brother، أخويا، my brother cleans، نظف، the room. هاجي أسألك دلوقتي يا نوران، مين اللي نظف الروم يا نوران؟ مين اللي نظف الروم؟ أخويا my brother my brother. يبقى مين السبجكت بتاعي؟ my brother my brother. انا دلوقتي فرحانه وعايزه اقول ان الاوضه اتنظفت، مش عايزه اجيب سيره مين؟ أخويا. اخويا. هروح اعمل ايه؟ اول حاجه ابص كده للسنتنس بتاعتي، انهي زمن دي، انهي زمن ده يا نوران؟ البريزنت سيمبل. عرفت منين ان هو بريزنت سيمبل؟ عشان الاس في كلين. عشان الاس في كلير، لان البريزنت سيمبل يا ساره بيتكون من فريقين، فريق بيحب الاس، فريق ما بياخدش ما بيحبش الاس، يبقى هنا في اس يبقى ده بريزنت سيمبل. طيب اول خطوه هنعملها يا ساره ان احنا هنقول باي باي للسبجكت. هنقول باي باي لمين؟ للسبجكت، للسبجكت، ونبدا وهنحط مكانه اوبجكت. بالاوبجكت. ونبدا بالاوبجكت، مين بالاوبجكت الاوبجكت بتاعنا؟ مين ذا روم، الاوبجكت؟ ولا ذا روم؟ يبقى احنا الناحيه الثانيه ذا نبدا روم. ذا روم. طيب ايه اللي هنحطه جنب ذا روم؟ هنحط الهيلبنج فيرب ام او از او ار زائد البي بي، is وانا هكتب لكم cleaning، دلوقتي الشكل بتاعنا. يبقى از cleaning كليند. by my brother. ثواني يا ساره، از كليند، كليند مش لازم باي ماي براذر دلوقتي عشان ما نتلخبطش تاني. تمام. تعالي معايا دلوقتي اسراء، اسراء قولي لي يا اسراء، لو انا عندي شكل اكتف ايه المفروض بنكتبه؟ اول حاجه بنكتب السبجكت صح كده؟ بنبدأ بالسبجكت وبعدين ايه اللي الفيرب، جنب، ايه اللي جنب السبجكت؟ بنضاف له الفيرب بتاعنا. بقى الاس يعني تمام، الفيرب وبعد كده بنحط مين؟ وبعدين الاوبجكت. الاوبجكت. ده الشكل بتاعنا بتاع الاوبجكت الاكتف. الاكتف اللي هو المعلوم، بنبدا بالسبجكت اللي هو اي او هي او شي او ات او ذي او وي. طب تعالى دلوقتي يا ناصر عايزين نقول انا باخد الدواء كل يوم، هقولها ازاي؟ ماشي. اه اي الفيرب بتاعنا اخذ يعني تي تي تيك. اوكي الميديسن هاي هاي ماي ماي ميديسن، ميتين ميديسن كل يوم، ميتين every day، every day، ميديسن every day. طيب تعالى الناحية التانية، قول لي هنا لما بنتكلم عن الباسيف بنبدأ بإيه أول حاجة؟ الأوبجكت. بالأوبجكت. إيه اللي جنب الأوبجكت؟ لا لأن إيه؟ ار يا ناصر، او ار بعدين البي بي ام او اس او ار. اوكي طيب بعد كده بنحط البي بي بتاعنا الباست بارتيسيبل بتاعنا، وبعد كده بنحط باي، ودي اختياريه، باي السبجكت. رفايده تعالي افهمي معايا تاني يا رفايده، انا دلوقتي في الجمله في المجموعه الاولى دي عملت ايه هنا؟
عملت ايه هنا؟ عملت جمل. جملة عادية جدا، ان اخويا نظف الغرفة، او ان انا اخذت ايه؟ اخذت الدواء. طيب الباسيف بقى، جينا في الباسيف يا سلمى، سلمى محمود، جينا في الباسيف عمالنا ايه؟ معلش بدأنا بمين؟ هو يعني ايه اصلا معنى الباسيف بالعربي؟ الباسيف يعني مبني للمجهول، يعني انا مش بالنسبه لي الفعل مش مهم، مين اللي عمل الكلام ده مش مهم، الاهم عندي الحاجه اللي اتعملت. يعني مثلا لما انا اجي اتكلم عن الاهرامات هقول ايه؟ الاهرامات بنيت، بنيت يعني اتبنت، مش لازم بقى اقول مين اللي بناها. فهمتي؟ يلا يا سلمى. هنا بقى، هنا بقى في الباسيف، الكاميرا يمين شويه. هنا بقى في الباسيف عملنا ايه في الباسيف؟ اول حاجه حطيناها الاوبجكت، الام او الاز او الار اللي هو الهيلبنج فيرب، زائد الباست بارتيسيبل البي بي، بعد كده وبعدين السبجكت، باي سبجكت. باي سبجكت لازم نقول باي سبجكت، ممكن نستخدمها وممكن ما نستخدمهاش. طيب دلوقتي يا جنى محمود انا هقول جمله وانت حولها لي لباسيف. السنتنس بتاعتي بتقول لك اي تيك ماي ميديسين، حولها لي بقى للباسيف. ذا ميديسين، ماشي، ممكن نقول ماي ميديسين او ذا ميديسين الادويه. ار كمية جن ليه ار؟ هو الميديسين ده كام؟ الميديسين ده كام دواء؟ ميديسين لا يعد اصلا، لا يعد، هتكون از. يبقى ذا ميديسين از تكتب. ايه التصريف الثالث او البي بيم بتاع تيك؟ تكتب. ايه؟ تكتب يا مس. لا تيكن، التصريف الثالث بتاع تيك تيكن، تيكن. طيب يلا قولي باي. تعرفي هنحط ايه هنا جنب باي؟ السبجكت بتاعك اي، لما تيجي تحطيه هنا تحطيه اي برضو؟ لا. طب هتحطي ضمير فعل ولا ضمير مفعول؟ اوبجكت ولا سبجكت؟ هحط سبجكت. فاكرين الجدول يا جنى اللي احنا اتعلمناه مع بعض، اللي هو سبجكت واوبجكت وبوسيسيف وبروناونز؟ هنا، هنا مكان اوبجكت، مكان مفعول، يبقى الاي تتحول لمين؟ مي. مي يعني this the medicine is taken by me، الدواء ده اتاخد بواسطتي انا. هنا انا ما ينفعش اكتبها اي، لان هنا انا مكان اوبجكت، مكان مفعول. انا ممكن اكتبها ممكن تكتبيه خالص وما تكتبهاش. جنى انا اقول حاجه يا مس. طب هو اصلا مبني بالمجهول، يعني ما ينفعش ما اقولش اللي عامله، طب ليه اقول هنا اللي عامله؟ ده على فكره اختياري، عايزه تقولي اوكي مش عايزه تقولي اوكي، هو جايب لك حاجه اختياريه. جنى مع طارق، عندي جنى واحد اسمه علي، علي فيدز يعني علي بيطعم، وكلمة فيدز خلي بالك غير كلمة ايت، ايت بياكل البيبيهات بياكلها، لكن كلمة فيدز يعني بيأكلها، في كلمة ايت يأكل وكلمة فيد يأكل، فهنا علي فيدز ذا بيبيز، علي بيطعم مين او بيأكل مين؟ الاطفال يعني بيبي البيبيز. اوكي طب يلا بقى حولها لي الباسيف بتاعنا، هتبدأ مين اول حاجة؟ الاوبجكت، الاوبجكت اللي هو مين؟ ذا بيبيز، ذا بيبي، ذا بيبيز دول كتير. ايش انا معاكي بس بحط الشاحن معاكي. مستر هو سؤال طيب، يعني هي الزبيبز، الزبيبز دلوقتي هي برضك مش المفروض تيجي سبجكت برضك زبيبز؟ ثواني يا نوران، زبيبز ايه اللي تحطي جنب زبيبز؟ ايه اللي هي
لأن بيبيز بيبيز أور أور إيه بي تأكيد بي بي تأكيد فيدن فيد لا فيد بس فيد 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 يبقى the babies are fed ليه ما حطيتي are ما حطيتيش is لأن البيبز جمع أطفال لأن جمع the babies are fed ممكن نقول boy بقى boy بدي اختياري boy مين ايه باي قال يعني بواسطة علي اوكي طيب الفايدة عايز اسأل سؤال انا اصلا كنت اسأل هقول لك عايز اسأل سؤال هو مثلا يمس في اي جملة يعني انا مثلا جالي بي دوت بي وانا مش عارفاه يعني مثلا جالي بي دوت بي وانا مش عارفاه او ما حفظتوش اعمل ايه نعمل ايه طيب في لعبة لعبة صغنطوطة هو طبعا مش هيجي لي غير اختياري شوز فانا كنت زمان بعملهم ايه اللي عندي او ما بقاش حافظين البي بي إيه دايما اللي تشوز قدامك لا اما جو مثلا او جوز او went او gun او going كمان او gun هجيلك حاجة من الاختيارات دي انا روح اقول لهم طلعوا لي اول حاجة الانفينيتيف فين الانفينيتيف لو مفيش جو عندي فين اجيبوا ازاي الانفينيتيف الانفينيتيف دايما بيبقى لازق في الاي ان جي طيب استنى هجيبها لكم بطريقة تانية لو انا عندي come او came الاول و coming وcomes طيب فين الانفينيتيف الانفينيتيف اللي هي فيها او come يبقى came دي هي الباست بتاعي او هي الماضي بتاعي عشان هي عكس الانفينيتيف طب هنا مين الانفينيتيف هتقولي لي go صح كده عارف فايده صح go طيب مين البي بي بتاعنا when مين قصدي لا مين الماضي بتاعنا هفهمها لك بس هجيب لكم الفيربس ما تعرفوش هفهمها لك حاضر مين الماضي بتاعنا الاول يا رفايده went طيب went ده الماضي بتاع go went طب انا عندي goes وعندي gun يبقى مين التصريف الثالث اللي انا ما شفتوش قبل كده gun عرفتوا منين gun دايما البي بي يعني 80% او 90% بيكون في ان ان في الاخر او في وسط او جواه طيب بصوا بقى لو انا هنا عندي فيرب تاني زي takes وtook وtaken مين الانفينيتيف بتاعنا يا اسراء او سارة اللي كان بتسال انا يا مس الانفينيتيف هو مين الانفينيتيف دايما بيكون لازق في الاس او الاي ان جي الانفينيتيف دايما بيكون مع الاس او الاي ان جي يبقى ده الانفينيتيف بتاعنا ده الشكل الاول طب مين الشكل الثاني اوكي الشكل الثاني توك ده الباست بتاعي طب والبي بي دايما بنسال بيكون في ان يبقى هو ده البي بي بتاعنا يعني دي حاجه بسيطه بتفهمكم لما نلاقي حاجه فيها ان هي البي بي بتاعنا يا رفايدة طيب يا رفايدة يلا الجملة بتاعتك بتقول ايه بتقول ان امل ما هو ممكن بس يكون احيانا البي بي زي الفعل الاساسي زي الباص ده يبقى اللي هو الريجولر العادي المنتظم امل eats the fish يلا حولي لي الباسيف اول حاجة هنبدأ بالأوبجكت the fish the fish okay بعد كده ال helping verb اللي هو الام او الاز او الار with the fish ده the fish ده هناخد الاز the fish is بعد كده هنقول البي دوت بي بتاع ايه بقى ده عشان نسيت الجمله انت ايه بيب بيت ايت يا حبيبتي ايت ياكل ايت انا ما اعرفش بس هو تقريبا ممكن يكون ايت ما اعرفش
eaten. بعد احنا لازم نذاكر الورقة اللي احنا عليها نحفظها. انا حفظها بس ما كنتش فاهمه الكلمه دي. كان فيها ايت ده ايت ده فيرب اساسي يعني يبقى ذا فيش از ايتن باي امل. يلا يا سلمى باسم studies English. عايزين نحول من active يعني أنا عارفة مين اللي studies English لpassive. أول حاجة هنحطها study English. لا مش ده الverb يا حبيبتي. أنا ليش دعوة بالverb. أنا لازم أبدأ بالobject. مين الobject؟ English. يبقى أبدأ بEnglish. تمام هنبدأ بEnglish. هنحط am أو is أو are فهنحط هنا is يبقى English is. عندك الverb بتاعك studies عايزين نخليه في البي بي. studies ده regular منتظم. study هيبقى ايه؟ studying. study اسمها ايه؟ الناس حضرتك سامعاني studying يعني ايه studying؟ يعني هتحطي لها ايه في الاخر؟ هحط في الاخر ستد. هي المفروض ستادي. ادي ستادي ده الفيرب الاساسي. طيب ستادي الفيرب الاساسي لما نحط لها اي دي نقول الواي باي باي ونحط اي اي دي تبقى ستادي. اوكي ستادي ايه؟ تمام ستادي باي ستادي على طول باي باسم. تمام اوكي. طيب انا عندي يلا حسن لو انا عندي حسن the farmer. حسن grows a tree. حسن yes miss. يلا the farmer grows a tree. حولها الباسيف. A tree is R. Yeah, a tree is here, واحدة بس a tree. A tree is كم؟ Grow by farm. A tree لازم نحط بقى is أو am أو are هنا is. إيه التصريف الثالث أو الـ B B بتاع grow؟ Grown by a farmer. By the farmer. Okay. طيب هنا اديكم اتعلمتوا ازاي بنحول الباسيف للاكتف في الجمله العادي جدا اللي هي المثبته اللي ما فيهاش نوت. دلوقتي تعالى كده يا محمد تعالى نشوف جمله نخليها نيجاتيف منفية ونحولها من اكتف لباسيف. اوكي يا محمد؟ معاك يا مس. طيب لو انا عندي سنتنس بتقول لك we don't play tennis. هنعمل ايه بقى عشان نحول الكلام ده لباسيف؟ نبدأ بالتنس. اوكي مس تنس. تنس از مس. هو انا بس الزوم قفل عندي عند كلمة study. هي التصريف الثالث ليها كان ايه؟ study هي يعني زي البيبي الباست بتاعها. ادي عندك هنا don't play يعني الكلام ده نيجاتيف منفي. النط دي هتحطها فين؟ في هنا في تنس از يا مس. تنس از don't play
not الأول، ال not هنحطها مع ال is عادي، يعني هنا هنمشيها من don't ونحطها في مين؟ في ال is. في ال is. في ال is. يبقى tennis isn't. يلا إيه البي بي بتاع play؟ البي بي بتاع play؟ بتاع play. عادي play ده verb regular منتظم. play played played يبقى البي بي بتاع play هي هي played. يبقى tennis isn't play. طب عايزين بقى نستخدم هنا boy. السبجكت عندك يا محمد we. طب لما يكون السبجكت we هتحطه هنا object، هتحطه ايه بقى؟ ايه الobject بتاع we؟ فاكر الجدول؟ أص يا أص. ايوه أص. يبقى tennis isn't played by us، يعني التنس لا يلعب بواسطتنا احنا، ما بي... احنا منلعبش تنس. يبقى tennis isn't played by us. اوكي طيب يلا نوران. نعم يا مس. تعالي نوران دلوقتي هنشوف جملة في النيجاتيف برضو، حولها لي من اكتف لباسيف. اوكي حاضر. طيب انا عندي عمر او عمر doesn't eat sweets. doesn't eat sweets. يلا حولها لي الكلام ده من active معلوم إلى passive مجهول. هنقول إيه أول كلمة؟ sweets. sweets. ال object بتاعنا sweets. طيب sweets دي هنحط جنبها am ولا is ولا are. aren't. أيوة are not. ليه بقى؟ طالما هنا في not لازم نجيبها كمان في الباسيف not. طب هنا does هتمشي لان انا عندي are، لان are هي بتاخد النوت عادي، النوت عادي. يبقى sweets aren't eaten. eaten. by Omar. by Omar. okay thank you Nuran. by Omar. حد كده مش فاهم حاجة ان احنا ازاي بنحول من active لpassive في الجملة اللي بتكون imperative مثبتة ونيجاتيف منفية؟ عادي جدا، الimperative في present simple بنبدأ الأول بالsubject وبعد كده بنحط am أو is أو are، بعد كده ال be بتاع الverb بتاعنا، وبعد كده الobject بتاعنا بنحول السubject لobject by object. يعني ايه؟ يعني انا هنا بدل ما بقول my brother cleans the room بقول bye bye by my brother، او مش ببدا بيه ببدا بthe room بالobject، عشان الاهم عندي هو الobject. بعد the room بنحط is وبعد كده بنحط بعد كده الverb بتاعنا، الverb بتاعنا clean وبنحط له ed، يعني البي بي بتاعنا تبقى cleaned. okay يبقى the room is cleaned. بعرفها من اول كلمه، وشوف اول كلمه الكلمه دي عاقل ولا غير عاقل، يعني الكلمه دي the room، هل الروم بتنظف نفسها؟ الروم بتنظف ولا الروم بتتنظف؟ الروم مش بتعمل، الروم بتعمل الجرا. يبقى اول ما تبص على الكلام هنا ولا ايه غير معلوم، يعني غير عاقل، اعرف ان الكلام ده باسيف. زي كده برضه نفس الكلام البيبيز، هل البيبيز بياكلوا وحديهم ولا البيبيز لازم حد ياكلهم؟ يبقى نعرف ان الجمله دي باسيف. طيب نفس القصه السمكه، هل السمكه دي بتاكل او السمكه دي بتعمل حاجه هي؟ لا، السمكه دي بتتاكل، يبقى ده باسيف. فالباسيف اعرفه ازاي؟ اعرفه من اول كلمه، بشوفها عاقل ولا غير عاقل. يس يا ميس. طب دي مس فوق احنا لما يعني لما قلنا مس الغرفه اتنضفت. الغرفه اتنضفت منها مش بواسطه ما هو بقى.